اوكي، اخذنا الساعه الماضيه المولر ماس ان تيرمز اوف اكس والبرسنتج باي ماس، وهاو كان وي ديتيرمين ذا مولكيولار فورمولا. بعطيكم اليوم اخر اكسرسايزز على هو، وراح ابعت لكم هوم ورك للجمعه. اوكي، سؤال اليوم عندي اياه هو amines are organic compounds of general وقتنا بيفوت على الحصة هلأ مش الحال molecular أستاذ حطيتني غياب يا عمي. بعدين CX H أي يا نسرين؟ أستاذ هلأ بتفوت على الحصة ما كان في يا عمي. عارف عارف عارف، ما أخذش الغياب كله بشكل كامل. ماشي الحال. CX H3X N express the molar mass of the compound in terms in terms of x the command express the percentage by mass of each element in terms of x express the percentage by mole atoms of each element in terms of x. رابع، the percentage by mass of carbon is 53.33%. Determine the molecular formula. خامسا، هذا سؤال شامل. Write two different Lewis structure of the compound. ماشي الحال؟ اتفقنا؟ هيدا سؤال نبدي من حلم، راح محيها والله شو بكتبوه او هي راح ابعث لكم اياهم انا مسجله خاص. لحظه استاذ ما تمحش، بس ما تمحش استاذ دقيقه. يلا حبيبي ناطر.
لحظة أستاذ بس. هلا بنجي لا عندي given الجيفن اللي عندي اياه انا بكون معطيكم جيفن هاي سي 6 12 اتش 1 1 ان 7 14 ماشي الحال. طبعا اول سؤال المولر ماس سي اكس اتش 2 اكس plus 3N. مولر ماس شو بيساوي مولر ماس؟ equal X times M of carbon plus نجي للهيدروجين 2X plus 3 times M of H plus M of N equal 12x. منين اجت 12؟ هيها تذكر قلت لكم اياها على طول. بناخذ شو هاي صح mh1 plus 2x plus 3 times 1 plus 14 هيها ها هي ال 14 يا بعطيكم اياها عشان ابي بعطيكم اياها هيك الكل واضحه معه equal 12x plus 2x plus 3 plus 14 equal 14x plus 17 gram per mole. وضحت عند الكل؟ وضحت؟ ما عنده سؤال؟ Part 2 percentage mass of carbon equal m of carbon over m total times 100 equal m of carbon هي mass m of carbon هي 12x over 14x plus 17 times 100 نجي هلا percentage h equal m of h over ام توتال استاذ. نعم حبيبي كان رايح عند النت هلا اجا ما بيأثر حبيبي راح ابعث لك اياه مسجل يعني. ماشي الحال. السؤال اللي عندي اياه عندي هذا سي اكس اتش ابعد لك اياه شوي سي اكس اتش اكس بلس 3 ان بقول لك اكسبرس ذا مولر ماس مثل ما كنا ناخذ هوني المولر ماس ايكوال اكس تايمز ام اوف كربون بلس 2 اكس بلس 3 ماس اوف اتش plus mass of n ما عنده x m حطيني عوضناها. part 2 بيقول لك percentage by mass of carbon شو بيساوي percentage by mass of carbon equal mass carbon over m total times 100 mass of carbon equal 12x لا 12x هيها هيها mass of carbon شفتها شفتوها over m total equal شو بيساوي mass of hydrogen 2x plus 3 over 14x plus 17 times 100 هيدي percentage h percentage n m of n over m total times 100 equal m of n equal 14 هي m of n
14 over 14x plus 17 times 100. Any question? يلا اسألوني عما تسألكم في شيء. في حدا عم يكتب؟ ديتين عمالك حبيبي يلا. هذا مسرور عم تفهمون؟ أدم قريب عم تفهمون؟ أدم أي أستاذ فهمون؟ في مشكلة عندك؟ لا فيش مشكلة. ملاك؟ ملاك شعيته في مشكلة؟ لا مش الحال. تاج الدين؟ أستاذ أستاذ أنت بحطت أول مرة مثل ورقة شرح عن المول مولكيولز كتبتهم لهديك بس مش عارف إيش بدي أكتب بعدهم. ما وصلنا لهم بعد هولي مبلا ليك اشتغلي على هون اللي عم نشتغل فيهم هون. يعني هاي الحصة بس تبعتها هون اللي بنقلهم؟ إيه هون إيه راح بعت لكم. ماشي شغلات رح ندخل على الادرس نمبر بس مش هلا بعد الامتحان. طيب اوكي لانا ماشي الحال؟ لانا ايه ماشي الحال. ليلى غضبون ماشي الحال؟ ايه استاذ. اوكي بتيجي هلا بارتي 3. طب الله يسامحك يا استاذ سألني اذا ماشي الحال. طيب بارتي 3 هيدا بارت جديد هلا قايلنا برسنتج باي مول اتوم اوف ايتش اليمنت. شو بيساوي برسنتج باي مول؟ ايكوال ان كربون اوفر ان توتال تايمز 100. مزبوط ولا لا؟ مزبوطه. شو بيساوي برسنتج مول اتش ايكوال ان اوف اتش؟ نعمل الان للاتش على الان للتوتال تايمز 100. صح. برسنتج مول ان اوف ان اوفر ان توتال تايمز 100. هلا اسمع شوي هيدا الفورمولا سي اكس اتش 2x بلس 3n. شو عندي انا هون؟ ان سي كربون ايكوال اكس. مزبوط ولا لا؟ مش عندي. شوف كم اتوم عندي. شو عندي انا هون؟ ان اتش equal 2x plus 3 n of n equal 1. مثلا c 3 h 6 o 2 n c. شو بيساوي n of c؟ 3. n of h equal 6. n of o equal to. يعني how many atoms بقلبها؟ مفهوم ولا لا؟ فهمت شو معناتها؟ بس الـ n number of moles هالي 3 number of atoms معناتها. شو معناتها هاي؟ how many اسمع شوي. إذا كان عندنا each molecule 3 atoms 6 atoms 2 atoms. إذا بحكينا كمول ساعتها نقوله 3 مول atoms 6 مول اتومز 2 مول اتومز. فهمت ولا لا؟ فهمت؟ استاذ قطش عندي الصوت بس لو سمحت ارجع الفيديو. اذا جبت انا كرتونه فيها علب محايات كل علبه صغيره بنقول فيها هالقد محاي. طب العلبه الكبيره شو فيها؟ بنعد العلب الصغيره ونضربها بعدد المحايات. مزبوط ولا لا؟ فهمت؟ مزبوط.
نعم. إذا حكيت كمولكيول بقول أتوم، إذا حكيت مول بقول شو مول بقلبه. اتفقنا حبيبي؟ اتفقنا؟ طيب شو بيساوي أن توتر؟ نعم نعم. أن توتر شو بيساوي أن توتر؟ أن سي بلس أن أتش بلس أن أوف أن إيكوال أن سي أكس بلس 2 2x بلس 3 بلس 1 لأنه عندي 1 هون إيكوال 3x بلس 4 مول. بيجي لهون هلا إيكوال x over 3x بلس 4 شو مبين عند السكرين times more 100. ماشي الحال، بيقول لك انك شو عم يروح يجي من عندك. هاي شو عندك 2x plus 3 over 3x plus 4 times 100. هاي عندك 1، ليش 1؟ لانه عندي هاي واحده بس over 3x plus 4 times 100. ماشي الحال يا جماعه. طب إذا جينا لهون شو بيساوي عن توتال بهاي 3 plus 6 plus 2 equal 11 percentage C equal 3 over 11 لا لا سكر ميوت إبراهيم عمال ميوت إبراهيم سكر ميوت طيب سمعتوا فهمتوا عنده ساعة من الميوت هلأ سبحان الله مفتح فهمتوا استاذ خذ الحضور هلأ كان معه على العشرة بالماضي طيب وين الاستاذ ظهر اوكي هلأ نجي للسؤال اللي بعده بيقول لي if the percentage of carbon equal خلصتوا؟ خلصتوا كتابة؟ خلصني مين ما خلص؟ طيب part 4 part 4 percentage carbon 53.33 شو بسبب برسنتج كربون؟ طلعناها 12x over 14x plus 17 times 100 equal a day 53.33 صح؟ cross multiplication okay 12x times 100 equal 14x plus 17 times 53.33 عم بعمل expand هلا استاذ عم تحكي؟ لا لا عم بحكي لا تقدر اضرب لكم اياهم عشان طلع لكم الجواب عم بعمل لكم ماث شو بعمل؟ هاي بتيجي لهون صح؟ شو صار عندي؟ استاذ؟ يا حبيبي من وين طلعت معك 746.6x؟ كيف؟ هاي؟ اه ضربت 14
تايمز اوكي انت حبيبي عملت اكسباند انت لل 53000 تمام الاكسباند اوكي 453.4 x = 906.61 x = 906.61 over 4 5 3.4 x approximately equal to 2. شو صار الفورمولا؟ c x h 2 x plus 3 n. هاي شو صار عندك؟ C 2 H 7 N هالفورمولا ماشي الحال. ليه 2X plus 3 equal 2 times 2 plus 3 equal 7. مين عنده أي مشكلة؟ هو كلهم ماخدينهم. بس لحظة أساس خلينا بس ننقل. هلا السؤال بيقول write two different structure two different structures for C2H7N. أول شيء نعمل electron configuration C6 Z proton Z electron equal 6 1S2 2s2 2p2 column 14 lowest dot symbol هي h1 1s1 هي n 7 1s2 2s2 2p3 column 15 هاي ان شو دف تو ديفرنت ستراكشرز اول وحده هي 1 2 هاي ان لاحظوا هاي بوند هاي بوند هاي اتش هون H H H هاي H هاي H مظبوطة ولا لا؟ تاني واحدة هي N C C ها مظبوط ولا لا؟ شو؟ استاذ؟ نعم. أنا رنيم هلأ إجا عند النت من شوي يعني كان مقطوع. مين أنت؟ مين عم تحكي؟ مين عم تحكي؟ رنيم يا استاذ. مش مشكلة حبيبتي مش هسجل طيب. فإذاً هاهن تو ديفرنت ستراكشرز. شو عندي هون؟ هيدي needs 4 electrons to be saturated octet. هاي needs 1 electron to be
saturated. Do it. أستاذ رحت الكهرباء. طيب. نجي لهاي. للآن. الآن مثل هاي. هيا. أستاذ بس دقيقة لحتى نكتب عشان رحت الكهرباء بس. حبيبي مش رحت. إذا فيك تجي هتعيد بكونش كتير منيح. Same as carbon. هيا. هيدا needs. هاي. Needs. Three electrons to become a carbon. ماشي الحال؟ هيدا السؤال اللي عنا إياه.